بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يا غيث تسقي كما نسقي على ثقة، أنت الحقول ونحن الأنفس الزهرا. نداك يربي لعيش الناس بلغته، أما ندانا فيحيي القلب والفكرة. حياكم الله في اليوم الثاني من أعمال مؤتمرنا الرؤية المقاصدية وأثرها في نهضة الأمة، وهو ثمرة جهود لاتفاقية بين هيئة علماء المسلمين في العراق والمنتدى العالمي للوسطية. بإذنه تعالى ستبدأ أعمال الجلسة الأولى والجلسة الثانية بعدها، وأترك الآن الكلام للدكتور أحمد طعمة من سوريا ليتولى أعمال الجلسة الأولى، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله إخوتنا الكرام في هذا الجمع الطيب. والحقيقة أن عنوان هذا المؤتمر يلفت انتباه الناس جميعا، وكم نحن بحاجة إلى فقه المقاصد، وكم نحن بحاجة إلى رؤية مقاصدية في زمن الناس هذا، نستطيع من خلالها أن نواجه الصعاب الكبيرة التي تواجه كل أمتنا، والتي تقف والتي يقف بعضها عوائق في طريق نهوض حضارتنا من جديد. نحن بأمس الحاجة إلى الاعتماد على هذا النوع من الفقه، لأن فيه مخرجا كبيرا لنا ولغيرنا أيضا. وأخونا الدكتور عبد الحميد العاني، والذي سيتحدث في مقاصد الشريعة في السنة النبوية المطهرة، وهو مسؤول الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، ويحمل إجازة الدكتوراه في الحديث النبوي، وأستاذ في كلية الإلهيات بجامعة إسطنبول. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لسيادة رئيس الجلسة، والشكر موصول للقائمين على هذا المؤتمر إعدادا وتنظيما ومشاركة، وجميع الأساتذة الحاضرين. ورقتي بعنوان المقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة والسنة النبوية المطهرة، ولن أقرأ جميع ما موجود في الورقة لأنها طويلة وتحتاج إلى وقت، لكن سأمر على العناصر الرئيسية لها، وربما في المستقبل إن شاء الله تجمع هذه الأوراق وتنشر ونعدل عليها بعد إثرائها بملاحظاتكم ومناقشاتكم. الأساتذة الأفاضل، موضوع السنة النبوية المشرفة اليوم تتعرض إلى هجمة شديدة وشرسة، وموضوع المقاصد وعلاقته بالشريعة أو بالسنة النبوية أيضا نجد الناس فيه تقف مواقف شتى وربما متناقضة بين إفراط وبين تفريط. لذلك نحاول في هذه الورقة وضع بعض اللمسات لبيان العلاقة، أو كيف تكون العلاقة، علاقة هذا العلم مع السنة النبوية. قدمت بمقدمة كتمهيد لهذه الورقة بأن الفكرة المقاصد والأصل الفكر المقاصدي هو ليس بالجديد، وإنما يذكر العلماء أنه قد بدأ منذ أو في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير مثال لذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أو عقب غزوة الأحزاب، حينما قال للصحابة موجها وآمرا: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. في النص ذاته أو في بعض الروايات، كما تعلمون أن الصحابة انقسموا في فهم هذا الحديث إلى قسمين: صنف وقف على اللفظ فلم يصلي رغم أن الوقت قد أدركه، وصنف آخر هنا جاء تعليله وتأويله للحديث فقال الجملة الآتية: قالوا لم يرد منا ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا ذلك. هذا المثال الأول،
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه العلماء مثالا على حجية هذا العلم أو هذه القضية، قضية المقاصد والأخذ بعلل الأحكام وغير ذلك. وبناء عليها كما فصلت في الورقة ذكر العلماء شراح الحديث كابن حجر والنووي ما ينبني على مثل هذه القضية. جاء عصر الصحابة وظهرت العديد من الأمثلة في اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم أخذا بهذه المقاصد في تغيير أو في الاجتهادات لمستجدات ظهرت جديدة لم تكن سابقا، أو تغير بعض الظروف أو تغير الزمان والمكان. ثم جاء الفقهاء من بعدهم وساروا على هذا النهج في استنباطهم للأحكام بدءا من المذاهب الأربعة وما تفصل وتفرع عن هذه المذاهب إلى عصرنا الحاضر. السؤال الآن، أين نجد المقاصد أو أين تظهر الحاجة لعلم المقاصد في السنة النبوية؟ أنا قسمت في هذه الورقة في محورين رئيسيين ويتبعها محاور أخرى أو ثلاثة نقول. المحور الأول، تظهر السنة النبوية أو المقاصد في قضية أو في علم من علوم الحديث اسمه علم مختلف الحديث. فعلم مختلف الحديث هو فرع من فروع علوم الحديث. حينما يأتي لدينا نصان حديثان يظهر أو ظاهرهما التعارض، فيكون من واجب العلماء في حل هذا التعارض، لهم مسالك طبعا في حل التعارض، أحد هذه المسالك هو الجمع أو التوفيق بين الحديثين أو النصين. عند النظر إلى الحديثين لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار جملة من الأمور، من هذه الأمور هو ما يتعلق بالمقاصد من قريب أو بالبعيد، قضايا لغوية كالمجاز ودلالات الألفاظ، ما يتعلق بأصول الفقه وغيرها من الفروع الكثيرة التي تكون مقدمة للوصول إلى التوفيق بين هذين الحديثين. كمثال، طبعا العلماء في هذا العلم وتحديدا في هذه النقطة لم يتركوا الأمر هكذا، يعني ربما البعض يصور أو يريد أن يصور أن قضية التوفيق بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا تخضع للهوى وللانتقائية، وهذا غير صحيح لمن له اطلاع على جهود العلماء في هذا الفرع من فروع علوم الحديث وهو علم مختلف الحديث. لذلك ذكروا القرائن والقواعد الضابطة لمثل هذه الأمور. تحديدا مثلا كمثال في قضية المجاز، قالوا أن المجاز أو القرائن التي نأخذ أو نذهب من ظاهر النص إلى المجاز لا بد أن تكون إما قرائن عقلية أو قرائن عرفية أو قرائن لفظية، فهنالك قواعد وتفصيلها موجود في هذا العلم. من الأمور التي يلجأ إليها العالم في التوفيق بين الأحاديث المختلفة ظاهرا أسباب الورود، وسبب ورود الحديث معين على فهمه وفهم المراد منه والمقصد من هذا النص أمرا أو نهيا. كمثال لهذه النقطة، نقطة أو ذكرها العلماء تحت عنوان تغاير الحال، يعني قد يرد حديثان متعارضان في الظاهر لكن العلماء يقولون أنه هذان الحديثان متغايران بسبب تغاير الحال الذي قيل فيه هذا الحديث وهذا الحديث. وأضرب مثال اختصارا، وكلكم أهل اختصاص لكن فقط من باب التذكير من غير دخول في التفاصيل، حديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، حديث آخر يعارضه ظاهرا أنه اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء فلم يشكينا، فقال البعض أن هذا تعارض، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالظهر بسبب الحر وفي حديث قال آخر لم يشكينا بسبب الحر. هنا
من ذهب قسم منهم إلى الجمع بين هذين الحديث والحديثين والتوفيق بينهما، قالوا أنه غاية أو المقصد من الحديث الثاني في نهيه صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا التأخير إلى درجة يخرج عن وقته، عن وقت الأصل لصلاة الظهر. فإذا لا تعارض بين النصين، النص الأول أبرد بالظهر بتأخيره إلى آخر وقت الظهر، إذن في حدود الوقت وعدم خروج الوقت الأصلي للظهر. مثل هذا الأمر ينطبق على الروايات المتعددة في صلاة الخوف، طريقة صلاة الخوف. وردت أكثر من رواية في كيفية صلاة الخوف، فقال الفقهاء الذين استنبطوا من هذه الأحاديث جمعا قالوا أنه تتغير الطريقة بحسب تغير الحال، موقف المسلمين من العدو ومكان العدو من المسلمين، أمامك، خلفك، قريب، بعيد، ميمنة، ميسرة، باتجاه القبلة، إلى غير ذلك من التفاصيل. فهذا نموذج من النماذج على تغير الحال، وخير معين على الفهم كما قلت قضية المقاصد. المحور الثاني من محاور هذه الورقة وهو قضية، وأدركنا الوقت، سبحان الله يمضي الوقت سريعا، قضية مقامات النبوة. فذكر الفقهاء والعلماء قديما وجاء ابن عاشور وفصل، طبعا القرافي ذكر عدة مقامات للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عاشور فصل في ذلك في هذه المقامات وذكر 12 مقاما للنبي صلى الله عليه وسلم. الإشكالية أين؟ في القرائن التي تحدد متى نحمل هذا النص على هذه الحالة أو هذا المقام. حاول ابن عاشور أن يذكر بعض القرائن وبعض القواعد لكن لم يستطع أن يجمعها وينص عليها جميعا، فلذلك الأمر بحاجة إلى جمع. الإشكالية الثالثة في قضية أو حاجتنا إلى قضية المقاصد أنه لا بد من ثبوت النص. أنا أنتقل حتى يعني أختم بالفائدة أننا في عصرنا الحاضر بحاجة إلى جملة من النقاط. أنا أنهيت 10 دقائق، فإذا أعطيتني دقيقة طيب إن شاء الله سأختصر اختصارا، وإن شاء الله تطلعون على ما منصوص في الورقة. أننا نحتاج في العصر الحاضر لحل الإشكاليات جملة من النقاط، منها التحقق من ثبوت النص، ثانيا فهم النص في ضوء النصوص النبوية الأخرى. قال ابن المديني وهذه قاعدة يعني مهمة في علل الحديث، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. مراعاة الأصول الفقهية، لأن هنالك من يحاول اليوم بدعوى التجديد والحداثة يلغي كل التاريخ والأصول السابقة. التوازن في التأويل، لا إفراط ولا تفريط. البعض يحاول أنه بدعوى العقل ويخلط بين العقل وبين الفهم. بعض الناس أفهامهم الشخصية قاصرة فيرد النصوص ويرد الأحاديث بدعوى أنها مناقضة للعقل، وهنالك خلط كبير بين الفهم وبين العقل. عدم إغفال ما ذكره العلماء السابقون. وأخيرا المقاصد الشرعية تؤخذ بضوابطها. هنا أخلص إلى النتيجة التي أريدها من هذه الورقة، أننا نحتاج إلى عمل مؤسسي. هنا هذا المؤتمر بذرة وبداية جيدة في هذا المسار، وأقترح أن تكون هنالك مؤتمرات قادمة تكون لمؤسسات تجمع 3 عناصر. هذه المؤسسات علماء حديث كما يصنفون اليوم كلاسيكيين، يعني لهم جهود في علم الجرح والتعديل والحكم على الحديث تخريجا وحكما، أصوليون وفقهاء ينزلون هذه النصوص على أرض الواقع وفق قواعد وأصول مقاصدية، فبحاجة إلى دراسة السنة دراسة متكاملة بهذا الأمر. وآسف للإطالة، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا لك أخي الدكتور عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سوف أخذكم إلى مكان آخر. أولا شكرا جزيلا لهذه الدعوة الكريمة من منتدى الوسطية ومن هيئة علماء المسلمين في العراق.
سوف أتحدث عن الرؤية المقاصدية في عالم النظام العالمي الجديد وفي القانون الدولي من وجهة نظر نقدية لحالتنا الراهنة. نحن الآن نعيش في عالمنا العربي والإسلامي أزمات متتالية، نعيش حالة فريدة الآن تتمثل ليس فقط بآلام ومشكلات كثيرة، ولكن أيضا تتمثل بخلق شيء من النظم الجديدة في العالم، وهذه في حد ذاتها فرصة جديدة لنا لكي يكون لنا دور في هذا العالم. صحيح أننا لم نشارك في صياغة النظام العالمي الجديد ولا في صياغة القانون الدولي، وهذه فرضية الأساسية في هذه الورقة، بأننا لن نستطيع أن ننهض بهذه الأمة فقط من خلال العمل داخل هذه الأمة. يجب أن نتطلع إلى الأمة كوحدة متكاملة لها دور حضاري، ولها دور حضاري حاليا واقعيا في 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 الفضاء العالمي، في فضاء النظام العالمي الجديد الذي يتبلور حاليا بعدما تبلور عبر سلسلة من المحطات في التاريخ. فأقول بأن عدم إيجاد البديل المستند إلى المقاصد الشرعية، إلى الرؤية المقاصدية العامة وهي النافذة الكونية لنا كمسلمين كأمة إسلامية، لن يكون لنا دور في مستقبل هذا الكون، في مستقبل العلاقات بين الأمم. فإذا نحن لماذا لم يكن لنا دور في نشوء النظام العالمي؟ تاريخيا نشأ النظام العالمي عبر محطات كثيرة، أبرزها ثلاثة محطات. المحطة الأولى في القرن السادس عشر تقريبا، عندما كانت هناك حروب كما يعلم يعني بعضكم أو جميعكم في أوروبا، نشأت عنها سلسلة من الاتفاقيات سميت اتفاقيات وستفاليا، نشأت عنها الدولة الوطنية الحديثة. لم يكن لنا وجود على المستوى الدولي آنذاك إطلاقا، كانت الدولة الوحيدة الموجودة هي الدولة العثمانية. الدولة العثمانية دولة قوية، إمبراطورية ناشئة، وكان لها وجود دولي، لكن لم تكن دولة في منظور النظم القانونية الجديدة الناشئة التي ينسبها الغربيون، ينسبونها إلى عالم هولندي هو غروشيوس، لكننا نحن كمسلمين وكعرب نشأة النظام القانون الدولي نرجعه إلى محمد بن الحسن الشيباني أحد تلاميذ أبو حنيفة في كتابه السير الكبير. مع ذلك نحن لم نكن على الساحة الدولية كما قلت في ذلك في تلك الآونة. تطور النظام العالمي نحو مزيد من التقنين في العلاقات الدولية إلى أن وصلنا إلى مرحلة عصبة الأمم المتحدة. في عصبة الأمم أيضا كان ينظر إلينا على أننا دول تابعة، ولم نكن دول أيضا بمعنى صحيح للكلمة. الدولة العثمانية كانت دولة للأسف هزمت الحرب العالمية الأولى وعوملت كدولة مهزومة، لذلك لم يكن لها أن تكون جزءا من تكوين النظام العالمي الجديد. الدول الأخرى العربية والإسلامية كانت معظمها دول إما وقع تحت احتلال مباشر أو تحت احتلال بطريقة ما، لم تكن موجودة على الساحة الدولية. فنشأت في المرحلة الثانية، أصبح لدينا نظام أول مرة منظمة أممية هي عصبة الأمم تحاول تقنين القانون الدولي العرفي الذي كان سائدا، لكن بدون أن يكون لنا دور في ذلك. لم يكن لدينا مشروع، لم نكن موجودين أصلا، وكان ينظر إلينا إلى حد كبير على أننا الآخر. يعني هذا شيء مهم جدا أن نعلمه، بأن عندما نشأ القانون الدولي العام بشكل أساسي نشأ كما بين دول أخرى كانت كنادي مغلق، كنادي مسيحي مغلق أوروبي إن شئتم. في هذه المرحلة إذن لم يكن لدينا أيضا وجود ولا دور في، ولم يكن بالضرورة لدينا مشروع لنهضة الأمة قائم على الرؤية المقاصدية التي نتحدث عنها. في المرحلة الثالثة مرحلة الأمم المتحدة أيضا نشأت نظام العالمي الذي نعيش أواخر أيامه أعتقد في هذه السنوات، في هذه العقود، نشأ عبر مؤتمر سان فرانسيسكو أنشأ الأمم المتحدة. لم يكن لدينا وجود كأمة، كان لدينا وجود كأفراد وكدول ناشئة حديثة شاركت لكن ناقشت دائما مقترحات الغير. نحن دائما يعاملوننا كزبون في النظام العالمي وليس كشريك وليس كصانع قرار. فإذا هذه المراحل الثلاثة مرت علينا دون أن نشارك فيها بأسباب خارجة عن إرادتنا في معظم الأحوال. من ناحية أخرى لم يكن لدينا أيضا قول ولا مشروع لشكل المنطقة التي نعيش بها. معظم دولنا تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى بعد اتفاقيات دولية متتالية، من اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة المشؤومة، ومنها اتفاقية سيفر، ومنها اتفاقية لوزان.
لم تشارك الأمة إن شئتم، ولم تشارك الدول، ولم تشارك الشعوب في صياغة شكل هذه المنطقة ولا حدودها، وإلى حد الآن نعاني من أسباب، من نتائج تلك المرحلة. ربما كان هناك بعض المشاركات البسيطة لكنها كانت محدودة جدا، وربما كانت تركيا الدولة الوحيدة التي، طبعا تركيا التي ورثت الدولة العثمانية بحرب التحرير بعد اتفاقية سيفر، حاولت أن تغير معطيات التفاوض، فوقعت اتفاقية لوزان التي حدت من المساوئ في اتفاقية سيفر، لكنها ورثت دولة أصغر بكثير من بطولتها الكبيرة، وكذلك الدول الإسلامية والعربية الأخرى الإسلامية بشكل عام. فإذا لم نشارك في أيضا في حتى في شكل تكوين منطقتنا. حدود المنطقة أيضا يعني حتى الآن لا يوجد اتفاقيات واضحة ما بين الدول الإسلامية في حدود تتعلق بكيفية ترسيم حدودها. طيب، هل هذا معظمه كان شيء خارج عن إرادتنا نحن كشعوب وكأمة إسلامية، لأننا كان نتيجة أعباء تاريخية طويلة؟ هل كان ذلك فقط إذن خارج المنشأ، يعني هذه المشاكل، هذه المشكلات التي لم نستطع من خلالها طرح مشروع بديل قائم على رؤية مقاصدية عالمية، لأن كما قلت أنها النافذة، نحن بالنسبة لنا كمسلمين هي النافذة للخروج من القوقعة الجزئيات إلى العموميات وإلى الإنسانية والعالمية. لم يكن ذلك فقط أسباب خارجية، أيضا كان لدينا أسباب ومشكلات بنيوية أساسية في داخل تكوينات مجتمعاتنا، منها بأننا لم نستطع إيجاد هوية تعبر عن مشروع الإسلام الإنساني الواسع. هذا يعني هذا المؤتمر مثلا هام جدا، لأنه يتحدث عن رؤية مقاصدية ومربوط بأفكار الوسطية الإسلامية القادرة على الوصول للآخر. هذا حديث النشأة في مجتمعاتنا، لم نستطع أن نوجد هوية تعبر عن هذا المشروع الإسلامي، ولا أن نبني هوية واضحة. معظم هوياتنا كانت هويات ما بعد المرحلة الاستعمارية، لم تكن هويات متكاملة، ولم تكن هويات ناجزة، ولم تكن هويات قائمة على مشروع حضاري. وبالمقابل حتى المشاريع البديلة التي قامت في هذه الدول، وأنا أتحدث عن دول، سوف أتحدث بعد قليل بعد دقيقة على الأمة والدولة في هذه الإشكالية التي نعاني منها وما زلنا. بالمقابل المشاريع البديلة أيضا اضمحلت، تحولت إلى مشاريع أيضا استبدادية كما نعلم، يعني من المشروع القومي في دول كثير من الدول العربية. هذا أدى أيضا إلى تراجع المشروع الحضاري الإسلامي. حاليا للأسف يعني نحن في لحظة تاريخية مليئة بالتناقضات، نحن نحاول أن نحافظ على هذه الكيانات التي لم نكن جزءا من نشأتها ولم نكن نرغب بها، لأن المطلوب حاليا هو تفكيكها، أيضا تفكيك المفكك. فالدول الحالية الإسلامية بأشكالها المشوهة، وهي أشباه دول في كثير من الحالات، نحن بحاجة للإبقاء عليها والعمل من خلالها ورفع مستوى العمل فيها ومن خلالها، حتى نستطيع أن نقول بأننا نحول هذا العمل إلى مشروع نهضة أمة. وأيضا في هذه اللحظة الراهنة نرى أن للأسف هناك نقوص إلى الخلف. أيضا نحن نتحدث على مشروع نهضوي للأمة قائم على مقاصد الشريعة الإسلامية، لكن بنفس الوقت هناك ميول إلى إعادة ولاءات ما قبل الدولة، تتبع القبيلة، المنطقة، الأصل الإثني وما شابه. لكن ما الشيء الإيجابي في كل ذلك هو الوعي لدى مجتمعاتنا، بالذات بعد فترة الربيع العربي، وعي عام بأننا نحن بحاجة لمشروع فعلا بديل، مشروع قائم على التعاضد ما بين مكونات الأمة بشعوبها، وما بين طبعا ورفع مستوى التعاطي داخل الدولة وخارج الدولة. فكرة أخيرة قبل أن أنهي، لأن يعني هناك بعض الأمور لا أستطيع أن أتحدث عنها بالتفصيل، هو المشكلة ما بين الأمة والدولة. نتحدث على عندما نتحدث عن النظام العالمي والقانون الدولي نتحدث عن دول، لا نتحدث عن أمة. مفهوم الأمة هو غائب حاليا، لكن احتكار الدولة للعمل الخارجي يجب أن لا يثنينا عن أن يكون لدينا وجود الأمة على المستوى الدولي أيضا، من خلال المجتمع المدني وأعماله، من خلال ترابط الفاعلين السياسيين والمدنيين في الدول الإسلامية على المستوى الدولي، ومن خلال كثير من المنابر
لا يعني أن الدولة أن تحتكر الدولة العمل السياسي الداخلي وأن تحتكر العمل السياسي الخارجي. هذا هام جدا. قد يقول قائل بأننا يعني نحمل الأمور أو نحمل فكر المقاصد الإسلامية بأكثر مما يحتمل. أقول لا، لأن الفكر المقاصد الإسلامية أعيد وأكرر بأنه النافذة العالمية للأمة لتطرح مشاريعها ولتكون فاعلا أساسيا على مستوى القانون الدولي والنظام العالمي. شكرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رحم الله الإمام الشاطبي الذي حسم المسألة بقوله المقاصد أرواح العمل، وجزى الله خيراً أستاذنا وشيخنا الدكتور أحمد الريسوني الذي كتب فيما كتب في المقاصد كتاباً خاصاً بعنوان مقاصد المقاصد، وهذا بالنسبة لي بيت القصيد، وهو مقاصد المقاصد ومقاصد المؤتمرات بهذا الاتجاه. ومقاصد علم المقاصد هو في هذا، وليس زيادة أرفف الكتب في المكتبة العربية الإسلامية بكتب جديدة في أصول الفقه أو في علم المقاصد أو غيرها، إنما هو النتيجة والمحصلة. كلمتي هي صرخة تتناسب مع الدقائق العشر المحدودة، وهي استغاثة لا غير، استغاثة أردت أن أوصلها لعلمائنا وفلاسفتنا الذين حضروا بالأمس وغاب معظمهم اليوم، لكني آمل وأعتقد أن هذه الصرخة تصل إليهم. ونحن نذهب إلى المطار قبل ساعتين من الإقلاع، ومن تجاوز 60 في التجربة في العمل الحزبي والسياسي هو كمن يذهب إلى المطار قبل ساعتين من الإقلاع، وعليه أن ينجز في الساعتين ما يستلزم الإقلاع. وأنا أكتفي بالشكر الذي قدمه المشاركون بلسان المقال أو لسان الحال بسبب الوقت المحدد، وأشكر الجميع وأخص بالذكر أخي صديقي المهندس مروان الفعول الذي أتاح لي أن أشارك في هذا المؤتمر المتخصص بورقة غير متخصصة، لكنه أتاح المجال ربما لتحدث بأسماء الكثيرين الذين يشعرون بالألم والهم العميق الذي يجتال الأمة ويعمل على إزالتها بكل تفاصيلها واختلافاتها ومرجعياتها. في ظل 50 عاما من تجربتي في العمل الحزبي السياسي الإسلامي قضيتها بتمامها وكمالها، كنت أنفذ ما يطلب مني وأعتقد أنني في تمام الرضا والقبول وفي تمام الطاعة، ولا أجد متسعا ولا حاجة للتفكير والمراجعة، وكنت أظن كغيري أن الحل عندي وأن المشكلة في غيري فهم المتقاعسون والمتآمرون والمتخلفون، وأن الحل الأكمل جائز لكنه يحتاج إلى هؤلاء الغافلين فقط ليقفوا معنا. لكن كثرة الصواعق والقواصم والطوارق ألزمتني وغيري بالبحث عن مخارج وعواصم وعن طرق جديدة بعد ولضرورة المراجعة للخروج من هذا المأزق. وأظن أن المستضيفين هنا في الحكومة التركية وفي حزب العدالة والتنمية خالفوا المألوف المعتاد الأيسر بسبب الحاجة والضرورة، ولم يكن ذلك ناجما عن التأصيل الذي نشرف به في هذا المؤتمر وفي غيره. وآمل أن نصل نحن جميعا في البلاد العربية والإسلامية إلى أن نعيد النظر من خلال البحث العلمي والتأصيلي
من العلماء المختصين إلى مخرج سليم. زادت أهمية الوقت، ولا زلت آمل من علمائنا الأجلاء اليوم وغدا وبعد غد عونا للمنخرطين في العمل المباشر والتنفيذي للإجابة عن أسئلة كثيرة تحيرهم وتخيفهم من مخالفة النص ومن مخالفة الدين، ليجدوا إجابات مقنعة تستلهم روح النص ولكنها تطلق للعقل إساره في خدمة النص بما لا يخالفه. نعم، لقد تمكن بعض علمائنا في السابق من حل القليل من هذه الإشكالات التي تراكمت اليوم بإعادتهم قراءة النصوص، ولكن الذي استطاع أن يحقق اختراقاً حقيقياً وبداية لحل المشكلات المتراكمة والمعضلات والمعيقات هو البدء بتفعيل علم المقاصد في الشريعة في تناولها لكثير من القضايا الخلافية والتفصيلية، علماً أن بعض محاولات التنفيذيين في العمل الحزبي الإسلامي التي خالفت المألوف في وقت مبكر لكنه لم يستمع لها كانت معتمدة على فهم فطري للإسلام وليس فهماً علمياً تفصيلياً. الفهم الفطري الذي كان يقول بأن الشريعة لا يمكن أن تكون معرقلاً لمصالح الأمة ولمصالح البشرية، وحاشا أن تكون كذلك. وأظن أن الوعي الجديد القديم وهذا العلم الذي انعقد المؤتمر في ظلاله يستطيع أن يحل كثيراً من المعضلات إذا استشعر علماؤنا وفلاسفتنا أنهم بصدد مشروع النهضة التي أشار إليها بقية عنوان المؤتمر. ما دور هذا العلم في النهضة؟ وهذا هو الغاية وهذه هي الغاية. قرأنا وتعلمنا وعلمنا كلام الأستاذ الإمام رحمه الله الأستاذ حسن البنا الذي كان له رأي مخالف فيما نحن أو فيما عليه الكثيرون اليوم في العمل الحزبي، وقد قال كلاماً طويلاً وإن كان مؤدباً بصيغة كلام العلماء، قال لي رأي في الحزبية السياسية لكن هذا الرأي هو لي خاصة ولا أحب أن أفرض هذه الآراء على الناس فإن ذلك ليس لي ولا لأحد. وعملياً هو منع واستبعد العمل الحزبي، وإن كان في نهاية أيامه وقبل اغتياله قد راجع هذه المسألة مراجعة للأسف لم تعطى العناية الكافية، بل ربما عمل البعض على إخفائها من قناعته بضرورة الفصل بين العمل الدعوي التربوي الأخلاقي القيمي وبين العمل الحزبي، ووجدنا ذلك في مواقع متفرقة حاولت أن أجمعها في كتاب نشر في العام الماضي هي وغيرها، مما اضطر الدكتور يوسف القرضاوي عافاه الله أن يعلق على كلام الأستاذ البنا بالتعليق الذي تعلمون، قال لو عاش إلى هذه الفترة الإمام لكان له رأي آخر. هذه الأسئلة الكثيرة التي ذكر أخي وأستاذي الذي قدم قبل قليل لهذه الفقرة ولهذه الحلقة، هناك أسئلة كثيرة نحتاج إلى إجابات عديدة عليها، وبالتالي بعضنا ذهب يميناً أو شمالاً يبحث عن حل، ومنها ما أورده كذلك. هل نخاف على الإسلام في ظل التعددية الحزبية اليوم الطارئة، أم أننا يجب أن نخشى على الإسلام من الرأي الواحد ومن الاستبداد الواحد وليس من التعددية؟ نريد له تأصيلاً حقيقياً يدفع العاملين في هذا الميدان إلى الأمام. هل لو فعلنا هذه الرؤية المقاصدية يمكن أن نحل المشكلة الآن بين إسلاميين وقوميين وليبراليين ووطنيين ويساريين وأحزاب جديدة ونبقى في المشروع العام للأمة
أم أن هذا سيرجعنا إلى الوراء؟ المرأة ودورها في العمل السياسي وتنتقل من المطبخ ومن خلية الإنجاب فقط وتكثير النسل، كأنما هو هذا هو المقصود بحفظ النسل في الكليات الأساسية. هل يمكن أن يكون للمرأة دور آخر في ظل فهم النص الإسلامي الذي حرمنا من 50% من مواطني المجتمع، وذهبت هؤلاء النسوة إلى الأحزاب الأخرى لأن ليس لهن متسع يذكر في الأحزاب الإسلامية وفي الرؤى الإسلامية إلا يعني عن العين أو أحياناً في مواقع خاصة؟ هل يتسع النص عندنا لغير المألوف؟ في ظني أنه يتسع لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى، وقد قرأنا أن الله تعالى ذم فرعون وهو الرجل، بينما امتدح بالقيس التي مارست الشورى أو الاستشارة لقومها وهي امرأة. هل في نصنا ما يستوعب فيما لو قدمت المجتمعات الأكفأ وكانت امرأة، أو ربما كانت كتابية وليست، أو كان كتابيا وليس امرأة فقط؟ أعتقد أن نصوص شريعتنا على الأقل هذا مطلوب للبحث، المواطنة والنظر إلى الناس المواطنة. ومن قريب ربما أزحنا اللثام عن وثيقة المدينة المنورة، وآن لنا أن نرفع هذا اللثام تماما وأن يعني نبحث في المواد 52 من هذه وبخاصة من علمائنا. ثم هل مراعاة العدل والمساواة والانتماء الوطني والأمن والاستقرار والتعددية والمؤسسية وتداول السلطة واحترام النظام الديمقراطي والانتخابات والتمثيل النيابي، هل هذا هو لب الإسلام؟ هل لو تمكننا من الوصول إلى هذه الحالة بقي الكثير من الإسلام الغائب، أم أن هذا الإسلام بمفرداته هذا بحاجة إلى بحث من العلماء؟ السلام عليكم ورحمة الله. الشكر الجزيل لك أخي الشيخ الدكتور سالم، وكم سعدت كثيرا بما قلته، ذلك أنه قد أجاب على الكثير مما يحيك في صدري. الكلمة الأخيرة لشيخنا الشيخ الفتاح مورو، تفضل شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الداعي وأبارك الدعوة والتداعي لها، وأحيي السادة المدعوين. طلب إلي أن أتحدث عن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ولن يتسع مجال 10 دقائق لسرد أهم النقاط المتعلقة بحياته، وخاصة بما أثث عقله وفكره بما جعله في الصورة التي تشهدون. هذا رجل تعلم مدة 2 قرن وهو يدرس، وكتب مدة 1 قرن تقريبا، ونتاجه مطروح على قرون متعددة تأتي من بعده. ولد 1879 وابتلي بأنه سليل أسرتي علم، جده للأب محمد الطاهر بن عاشور سميه، هذا الذي كان مدرسا وتولى القضاء والإفتاء وألف وشرح وعلق على عديد من العلوم الشرعية والعقلية، والذي أورثه هذه الهمة العالية بالإضافة إلى جده للأم الذي كان عالما من علماء تونس محمد العزيز بوعة تور، وهذا الرجل كان إلى جانب علمه الطافق كان ركناً من أركان الدولة، وهو أول وزير أكبر تولى شؤون الدولة التونسية بعد دخول المستعمر 1881، فجمع إلى جانبه العلمي جانباً عملياً برز فيه بالإصلاحات الهامة التي أدخلها على سير الدولة التونسية والإدارة التونسية بعد حلول المستعمر بأرض تونس. وهذا الرجل فرضت عليه هاتان السلالتان أن ينبغ في وقت قصير ليتعلم القرآن قبل 10 أعوام وينتسب إلى الزيتونة ويدرس سائر العلوم القائمة بها بالإضافة إلى العلوم الخاصة التي تعلمها في بيته، والتي من بينها تفرغه لدراسة مقدمة ابن خلدون التي لم تكن مقررة بدروس الجامع الأعظم، وإلى دراسة اللغة الفرنسية التي برز فيها وأصبح من متحدثيها والكاتبين فيها، وهو ما أهله بسرعة لأن يتهيأ
لتلقي ما يحدث من أحداث هامة، لعل من أهمها ما حصل سنة 1903 لما قدم محمد عبده إلى تونس في زيارته الثانية، إذ لم يدرك الزيارة الأولى ولكنه أدرك الزيارة الثانية. ومحمد عبده قدم إلى تونس في زيارة مشتركة بينها وبين الجزائر، قضى 4 أيام أو 5 أيام بالجزائر وحل بتونس في أواخر سنة 1903 ليحل ببيت يمتلكه شخص هو خليل بوحاجب. خليل بوحاجب هذا هو ابن سالم بوحاجب الذي هو شاهد القرن التاسع عشر، وهو أعظم علماء تونس المصلحين في القرن التاسع عشر، وهو الذي ورث فكرة الإصلاح التي نشأت في أول القرن التاسع عشر وتجسمت في إقامة المدرسة العسكرية بباردو. وهذا الشخص هو الذي كان له تأثير مباشر على الشيخ الطاهر بن عاشور، لأنه ألف ذكاءه وألف اهتمامه، وهو الذي ركز في نفسه الإعداد لصنع جيل جديد عن طريق التربية والتعليم. جاء محمد عبده الذي هو زائر لابن سالم بوحاجب وصهرة سالم بوحاجب زوجة ابنه، ليجد نفسه، يجد الشيخ طاهر بن عاشور نفسه بين عائلة سالم بوحاجب التي غذته وأذكت قلبه وروحه، إلى جانب الأميرة نازلي التي أنجزت في مصر ما أعادت إنجازه في تونس برسم مجلس في تونس كان يأمه سادة هامون من بينهم الشيخ محمد طاهر بن عاشور، وقد كان في مقتبل عمره 25 سنة فقط، ولكنه تغذى في هذا المجلس بفكرة الإصلاح. إذ قامت هذه المرأة بدفع جزء من أموالها لبناء المدرسة الخلدونية التي كانت موازية للتعليم الزيتوني وتصرف لطلبة الزيتونة العلوم العصرية، وهي التي غذتها بأموالها، هي التي أنشأت الهلال الأحمر التونسي، هي التي أنشأت أول مدرسة للفتيات بتونس، وكان ذلك تحت نظر الشيخ الطاهر بن عاشور. في سن 26 كتب الشيخ الطاهر بن عاشور خلاصة الفكر الإصلاحي الجديد في كتاب سماه أليس الصبح بقريب، تناول فيه مراحل التعليم الإسلامي منذ منطلق الإسلام في القرن الأول وتوقف عند نهاية القرن الرابع والقرن الخامس، ليذكر بأن القرن الخامس شهد تحولا بعد أن كانت الأمة تكون ملكات وقدرات لا تعنيها المعلومات بقدر ما تعنيها الرياضات العقلية التي اقتضاها ساعة النص القرآني واتساعه وانفتاحه على أن يكون القرآن هو مجال ترويض العقول وقدرتها على الاستنباط والفهم. بداية من القرن الخامس تحول التعليم إلى تكديس معلومات لا توعى ولا تدرك، أهمل العقل ورياضته فيها، ليصبح العالم مجموعة من الكتب تحفظ لتنقل كما هي، مع تقديس الأقدمين ونبذ لكل تغيير ولكل تبديل. كتب الشيخ طاهر بن عاشور هذا الكتاب وسنه في 26. ابتلي الشيخ بن عاشور بعد هذا الابتلاء الأول، وهو ابتلاء النسبة إلى أسرة علمية لم تكن تسمح له بأن يلعب مع اللاعبين ولا أن يجلس مع الجالسين. ابتلي بعد ذلك بالقضاء، ابتلي بقضاء فرض عليه أن ينشغل بخلاف مبروك مع صالح وحليمة مع عبد الله، وهذا شتت ذهنه، ضيع وقته، وهو الذي كان يهتم بأمرين اثنين. الأمر الأول هو استعراض الكتاب الكريم بالمنطق العقلي الذي لقنه بواسطة شيوخه ومنهم سالم بوحاجب وغيره من العلماء العقليين، فالقضاء صرفه عن ذلك بعد أن بدأ في تفسير القرآن، وتعطل انشغاله بالقرآن مدة قضائه الذي اعتبره قضاء عليه. والأمر الثاني الذي حرم منه هو أن يساهم في تنمية التربية والتعليم في الجامع الأعظم الذي بذل جهده لأن ينقله من تكديس معلومات إلى صنع همم وعقول. انتهى القضاء
ودخل الشيخ الطاهر بن عاشور مشيخة الجامع الأعظم وكلف بها، لكنه لم يلبث فيها إلا سنة ونصف العام، وغادر بعد ذلك مستقيلا من هذا المنصب الذي كان يمكنه من إدخال مشروعه حيز التنفيذ، لأنه وجد سدا منيعا يحول بينه وبين ذلك، ليس هو السلطة وإنما أولئك العلماء الجامدون الذين خشوا كما قال هو بأنه إذا نفذ برنامجه أن يتخلوا عن عمائمهم ليجلسوا في تلك المجالس يعيدون صنع عقولهم ويتعلمون من جديد ويفهمون من جديد، لأنه تبين أنهم أقرب منهم إلى الجهل منهم إلى المعرفة والعلم، وهؤلاء هم الذين صدوه بكلمة واحدة حالت بينه وبين أن ينجز مشروعه، فتفرغ عندها لكتابة التحرير والتنوير، تحرير المعنى الرشيد وتنوير العقل الجديد في تفسير القرآن المجيد، وهو ليس تفسيرا كما يشاع، والذين يشيعون عنه أنه تفسير ينقصون من قيمته. قال فيه: هذا فيه أحسن ما في التفاسير وأحسن مما في التفاسير. جمع فيه عصارة معرفة العالم الإسلامي مدة 14 قرنا، فهو موسوعة معلومات ودائرة معارف إسلامية لم تحظى إلى اليوم بالعناية الكافية، لأن الإدراك لا يرتقي إلى فهم معانيها بعد أن كلف الشيخ نفسه أن يلقي هذه الدروس على أساتذة التعليم العالي بالجامعة الزيتونية، فهو خطاب لم يكن وجها إلى قاعدة الأمة ولا إلى أفرادها ولا إلى متوسطي المعرفة فيها، وإنما كان موجها إلى علماء الأمة ليصوغ من جديد عقولا لعلها تعي وتدرك زمنها ووقتها وتدرك حاجيات دينها الذي يطلب منها أن تطور عقولها. ابتولي الشيخ طاهر بن عاشور بقضية تسمى قضية التجنيس، وقضية التجنيس في دقيقة أو دقيقتين وأنا أتوقف عندما تطلب مني، إذا كان الإخوة يرغبون في مزيد حديث فلقاؤنا بالليل بعد منتصف الليل، أنا مستعد لأتحدث إليكم كما تشاءون. 1910 صدر قانون من المستعمر الفرنسي يسمح للتونسي بأن يأخذ الجنسية الفرنسية، وللترغيب في ذلك كان يمنح كل متجنس إذا كان موظفا يمنح ثلثا زائدا في أجرته، فإذا كانت أجرة التونسي 300 ريال فهو يتقاضى 400 ريال بموجب كونه تونسيا متجنسا، بغاية تطوير عدد الفرنسيين فوق الأرض التونسية حتى يتحول الاستعمار إلى امتلاك للأرض ومن عليها إذا أصبح أهلها فرنسيين. بعض الذين تجنسوا وأصبحت لهم حظوة عند الفرنسيين مر بهم الزمن بعد 1910 وبعضهم توفي، فكان رد الفعل الحركة الوطنية أن يمنع دخول جثمان هؤلاء إلى مقابر المسلمين باعتبارهم قد غادروا الدين الإسلامي بتجنسهم، وقامت حركة وطنية شعبية تمنع كل متجنس من أن يدفن في مقابر المسلمين، بما أشاع فوضى في البلد لكنه عطل عملية التجنيس. واحتاج بعض المشايخ ومنهم الشيخ إدريس في بنزرت إلى سماع موقف من علماء الشريعة الإسلامية في الديوان الشرعي، والديوان الشرعي في تونس هو مجمع صفوة العلماء ينقسم إلى غرفتين، غرفة مالكية وغرفة حنفية، فوجه سؤال إلى الغرفة الحنفية والغرفة المالكية عن رأي الشرعي في من تجنس وادعى في نهاية عمره أنه تاب، هل تقبل توبته بما يقتضي أن يدفن مع المسلمين أو لا تقبل توبته بأن يدفن خارج مقابر المسلمين؟ فكان رأي الحنفية أن التوبة تجب ما قبلها، وإذا تاب وأعلن ذلك بتسجيل ذلك لدى عدلين، عدلي إشهاد وثبت عليه كتابة، فإنه يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. لكن المالكية الذين يرأسهم الشيخ طاهر بن عاشور اشترطوا أمرا آخر، وهو أن يعلن في توبته
تراجعه عن تبني الجنسية الفرنسية. وهذه ضربة قاضية للتجنيس وقانون التجنيس، ورفع هذان الرأيان رفع إلى مانسران الذي هو المقيم العام الفرنسي الذي كان يحكم تونس إلى جانب الباي، بل الذي كان الباي يتبعه. لما وجدت السلطة الفرنسية أن الفتوى المالكية تخالف الفتوى الحنفية ولا تساعد على مواصلة عملية التجنيس، أحجمت عن نشر الفتويين كلتيهما، لكنها أشاعت في الأوساط أن الشيخ طاهر بن عاشور أفتى في التجنيس، وتحرك كثير من الناس لسبه وشتمه وإلقاء القاذورات في بيته، ولكن الشيخ كان بريئا من هذه القضية ولم يستطع أن يصدر بيانا مخالفا للوضع السياسي الذي تعلمون. ومرت هذه المحنة بسلام بعد أن فهم الناس أن الشيخ ليس مسؤولا عن أي تدنيس للشريعة الإسلامية. حق لهذه الأمة أن تستيقظ، وحق لهذه الأمة أن تسترد رأس مالها الذي هو عقلها وإدراكها، والذي يؤهلها أن تكون عالمة بواقعها قادرة بأن تغيره. وأنتم أيتها النخبة لم تأتوا هنا لتشنفوا الأسماع وتستمعوا وتكتبوا في ورق، وإنما مهمتكم أن تعيدوا إلى الحياة تيارا يجعل هذه الأمة تدرك بأن لها قادة يقودونها. طالما فقدت الأمة قيادتها، علماؤها دخلوا المساجد وصعدوا المنابر ويتحدثون عن خطب ابن نباتة، والذين نبغوا منهم أصبحوا يمدون أيديهم إلى حاكم ليعيشوا معه رفاهية مزعومة، وتخلوا عن واجبهم. حكام باعوا أممهم إلى غيرهم الذين أوقعوهم في حبال التمتع بالدنيا، وهم الذين سوقوا لهم بدون شرعية شعبية أن يدعوا لأنفسهم شرعية، وبقيت الشعوب تبكي حظها وتندب حالها منقسمة إلى شباب يائس من الحياة يرمي نفسه في البحار أو يرمي نفسه في عتاد يتصور أنه يغير العالم بواسطة كلاشينكوف، وبين أناس هجروا الأمة وماضيها وحاضرها وأقبلوا على الغرب باعوا أنفسهم له. الأمة تحتاج إلى قيادة، والقيادة لن تكون إلا قيادة فكرية راعية لمسؤوليتها حيال أمتها، وأنتم هذه القيادة التي لن تجير لسياسة ولن تجير لمصلحة، ولكنها تجير لخدمة مستقبل عن طريق بناء عقل. فكونوا هذه الأمة، كونوا هذه الجماعة التي ترد للأمة أملها في الحياة. المسلمون الآن يموتون نكداً وكمداً لأنهم لا يجدون طريقاً ولا مخرجاً، أنتم تكونون المخرج. تحياتي لكم، بارك الله فيكم وبارك في من دعاكم وجمعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذه الجلسة لابد أن أشكر لكم حسن استماعكم. نأخذ الآن استراحة مدتها 10 دقائق لأن الوقت قد تداركنا كثيراً، ثم نعود إلى الجلسة الختامية. بارك الله بكم جميعاً.